put your hands in the air. Trigger, three songs. Man, I like how you said that. I'm all right. Say it one more time. He said trigger. هل هذه الزيارة الأولى لأبو ظبي؟ This is actually my first time in Abu Dhabi. بالفعل هذه المرة الأولى التي أزور فيها أبو ظبي، وقد زرت دبي قبل عدة سنوات. لقد أمضيت أوقاتا ممتعة في زيارتي هذه، وقمت بتقديم حفلات جميلة في المدينة. لدي حفلة أخرى في دبي. هل تفكر في عمل أو تصور أي من أعمالك في دبي؟ I would love to shoot. I was thinking about. بالطبع أحب أن أصور عملا فنيا هنا، وفكرت أن أخذ هذه الكاميرا كي تلاحقني وبصحبتي شخص أثق بتصويره. إذا وثقت بي بطبيعة الحال سيكون ذلك رائعا بالطبع، لا سيما وأن المناظر رائعة في الخارج. هل تفكر بعمل جولة في الشرق الأوسط بشكل عام؟ Oh, most definitely have touring plans. بالطبع لدي خطط لإقامة حفلات في المنطقة، وكان لدي عرض مع جي كول في ليلة سابقة، وقد تأخرت على العرض بسبب ازدحام في الطرق. اللافت، حينما كنت وسط الزحام بدأ الناس يهتفون بأغنية نانا، وقد أحببت ذلك كثيرا. لك أغاني كثيرة حققت نجاحات كبيرة، ولا سيما في الشرق الأوسط، مثل About You، نانا، Slow Motion. ما أكثر الأغاني قريبة من قلبك؟ Are you asking me which song? تسألني عن أكثر أغنية أحبها أو أكثر أغنية تصفني؟ I'm learning, bro. بدأت أفهم. أحتاج أن تعلمني اللغة العربية. I would probably say Slow Motion. حقيقة أغنية سلو موشن عند سماعك للحنها وعزف الجيتار والإيقاع الموسيقي قد تظن أنها بسيطة، لكنها معقدة من حيث الأداء واللحن، وهي الأقرب لي بطبيعة الحال. يندر وجود فنانين أو مشاهير في العالم، في عالم الفن بشكل عام، لا يوجد بينهم خلافات بينهم وبين زملائهم في الوسط. أنت أحدهم، لا يوجد لديك أي خلاف. هل أستطيع أن أسميك الفنان ذو اللعب النظيف؟ أشكرك على ذلك كثيرا. من الصعب أن يكون شخص مشهورا وقدوة ويوضع على منصة من أي نوع. أنا لا أحلم أن أكون قدوة، ولكن المعجبين يقتدون بي. لكنني أحاول جاهدا من أجل نفسي وعائلتي أن أفعل ما هو صحيح، خصوصا صغار السن من عائلتي كونهم يعتبرونني قدوة لهم. كلنا نختلف أخطاء، ولكن أحاول أن لا أعاتب نفسي بشدة وأن أتعلم من أخطائي. ولكل شخص يملك حلما لابد عليه أن يسعى جاهدا لتحقيقه. ما هو جديد تريسون؟ أنا أقوم الآن بإعداد ألبوم جديد بالإضافة إلى بعض الأعمال المنوعة To Whom It May Concern، تم طرحها في الأسواق مؤخرا إضافة إلى بعض الأعمال التي طرحت في الصيف. وفي العام المقبل سأقوم بجولة فنية، والخبر الحصري لك هو أني أعتزم القيام بتصوير فيلم سينمائي في يناير المقبل، وهذا بالطبع خبر حصري لكم. I'm very excited about that. Then, حقيقة أنا متشوق جدا لهذا الفيلم وأيضا الأعمال الجديدة التي تحدثت عنها. والجدير بالذكر أني سأتعاون مع مجموعة من المنتجين، منهم ياني وهو بالطبع صديق عزيز، أنتج لي العديد من الأعمال الفنية وعدة منتجين مختلفين. وأفكر مليا بتسجيل وإنتاج بعض الأعمال الفنية كعادتي كل عام في عيد ميلادي، وهي أغاني من نوع ميكس تيب أهديها لمعجبي. هل لك أن تقول أي شيء لمحبينك من العالم العربي؟ لمعجبي هنا لا يسعني الانتظار لكي أعود إليكم، رغم أنني هنا بينكم وأعدكم بجولة في المنطقة لتتحول من حلم إلى حقيقة. كما أشكركم على الحب الذي غمرتموني به منذ وصولي وحتى الآن. الجميع يعاملني باحترام شديد حينما أنزل للشارع أو لتناول العشاء في الخارج، وأشكركم على ذلك، ولنا عودة قريبا. What?
What just happened? Happy birthday, man. Right now. Thank you, brother. Happy birthday. I appreciate you guys. Think I might hit it in my dreams. She drive it fancy. Woo! Thank you so much. No. I just look just like this, literally. Happy birthday. Hey. Happy birthday. Trigger. All right. Trigger. Wake up. She only been here for 2 weeks. Came with the girls and they trying to leave with me. She working hard like she trying to get a face. Get a face.